شغلة مهمة بالنسبة للقدر الكهربائي عندنا الآن. الناس قاعد تستخدم ثلاث قدور: الكهربائي والعادي والضغط. كل واحد له وقت مختلف صراحة. صح. يعني الكهربائي تبع إديسون أنا أستخدمه من 40 إلى 50 دقيقة. أوكي. بيكون جاهز. أوكي. بالنسبة للرز الحساوي. بالنسبة للرز الحساوي، لأن الرز الحساوي يحتاج طبخ. لو طبخناه بالقدر العادي ياخذ كم؟ 3 ساعات. الله أكبر. من 2.5 إلى 3 ساعات. أوكي. وعينك قريب من الجريش يعني. تقريبا. وعينك عليه. لأن الرز الحساوي ممكن يلصق. يشرب مويه كثير. اه. فكل شوي تزيد. يعني موية. خاصة أنا أوجه نصيحة للناس اللي أول مرة يستخدمون الرز الحساوي. عينك على القدر. كل نص ساعة تقدر ترفع الغطاء. يحتاج مويه تزيد مويه. إلين ما تاخذ الكنترول صح، فبعدين تصير خلاص يعني عرفت الوزنية كم يحتاج منك مويه، كم يحتاج منك وقت، وتصير بي بيرفك ان شاء الله تصيرون احسن مني باذن الله. يعني الواحد عينه على القدر وما يفارق القدر ابدا. لا كل نص ساعه يعني. اوكي. كل نص ساعه اجي اشيك. طبعا الرز الحساوي برضو فيه من يحتاج مويه بالنقع، لما نجي ننقعه نعطيه 4 ساعات 5 ساعات. اوكي. وفي ناس تنقعه يوم كامل. انا سويت، انا سمعت بالجمله هذه انه ينقعونه يوم وجربتها. اوكي. نقعته يوم كامل 24 ساعة. الحين انت جايب لنا هذا هو ناقع من 24 منقعينه وجاهزين. اه من 24 ساعة؟ 24 ساعة. ما شاء الله. اوكي. 24 ساعة تمام. انا منقع الرز، وعلى كلام اهل الحسا يقولون ما يخرب، لو تنقعه بعد يومين ما في مشكلة. تمام. لانه يشرب الموية، يحتاج موية.